شويه كان بيتقال ان خالد الصاوي عنده ازمات ماليه وبيعاني بازمات ماليه كتير الفتره اللي فاتت. هل شايف ان انت رديت بان انت البيت ده لما اشتريته وده خير رد يعني على فكره؟ يعني عندي ازمات ماليه طبعا جت علشان وقعت في عثرات مع الانتاج، بس الحمد لله ما وصلتش ان انا يعني ابيع هدوم الحمد لله يعني. بس ساعات الناس تحب يعني سواء اللي بيحبك او اللي ما بيحبكش. اللي بيحبك بيبقى يعني ايه متعاطف معاك، فساعات ممكن يبالغ في الموضوع يعني ازاي الراجل كده تعبان يعني، ولا ما بيحبكش يصطادلك. بس الحمد لله اللي بيحبك اكتر فخلاص مش مهم. تمام. عرفني انت عندك مسلسل مع طارق لطفي رمضان الجاي. الاستاذ ريمون مقار والاستاذ محمود عبد العزيز اللي هي شركه فيلم مصر عندهم مشروعين الحقيقه يعني احلى من بعض، وواحد منهم هو الابيض غامق اسمه. طبعا انا كان في الاول، بس انا احب افضل انه الكلام في التفاصيل تكون مع الاستاذ ريمون او الاستاذ محمد باعتبار ان هم اصحاب المشروع، انما اللي اتعرض في الاول كان انه يكون معايا فنان صديق عمر طويل يعني هو الفنان طارق لطفي. اتمنى ان هو يكونوا نجحوا في الاتفاق مع بعض، لان ما بيحكمكش بس طبعا الاتفاقات يعني بتحب تشتغل مع مين، وبتبقى احيانا في جوانب تانية من الاتفاق انا ما اعرفهاش، واتمنى ان هم يوصلوا ان شاء الله الاتفاق سريعا علشان عايز اشتغل مع حد من اصحابي اللي اشتغلنا مع بعض زمان او لينا علاقه من التمنات. بس هو طارق اصغر مني بكتير يعني حوالي 20 سنه بس ما شاء الله يعني شكله صغير لسه، فربنا يديله الصحه. ده مسلسل اسمه ابيض غامق. ابيض غامق بس يعني عشان كده بقول افضل اللي هي مين البطل المشارك يكون افضل من خلال ريمون. يعني ما اقدرش اقول تصريح لانه لو طلع ان هو اتفق اتكتب الكلام عامه يعني حكايه مشروع بينه وبين طارق لطفي ده اتكتب. انا افضل يعني اتمنى ان هو يكون كده فعلا. طب الشوط الثاني كل اللي اقدر اقوله عنه ان هو اسمه البيت الابيض، انما برضه ما عنديش صلاحيات اتكلم اكتر من كده، وانا بحب الشركات المنظمه اللي فيها كل واحد عارف دوره. هاري مقرا طلب منك ان انت تشارك في العملين مقابل ان انت تبقى مسلسل ان انت تبقى موجود في رمضان، بمعنى يعني اتقال ان هو عمل معاك زي موائمه كده عشان نعمل مسلسل في رمضان لازم تشارك في المسلسل البيت الابيض. لا هو ما كانش كده بالظبط، هو اللي حصل ان هو اتفقنا على المسلسل قبل رمضان الاول، وبعدين لما اتكلمنا في انه ايه احتماليه الشغل في رمضان، فكان الكلام الاول على انه يعني كان التصور انه خالد عايز يعني ان انا وقفت سنتين في رمضان، سنه منهم غصب عني اللي هي يعني اشتغلت في عمل ما كملش اللي هو فوبيا. السنه الثانيه الحقيقه كان المفروض انه في اكتر من فرصه، بس كان عندي احساس ان في كتير من المنتجين هيجذروني في الاجر، يعني كاني لما اتاخرت سنه لسبب ماليش علاقه بيه فلازم ادفع ده ثمن ده. فانا قلت أنا مش هنزل رمضان الثاني لانه حسيت ان هو يعني هيبقى في غبن كتير لحقي. ربما دلوقتي اشوف ان هو كان غلط القرار ده، لانه كان عليا ان انا ابقى موجود حتى لو اتنزلت شويه في الاجر، وما اتنزلش عن فرصه تواجدي مع جمهور بيستناني، وسنتين كانوا كتير. فالحقيقه ان السنه الاولانيه مش غلطتي، اظن السنه الثانيه غلطتي، بس يعني عرفت بعدها. تمام. بعد ممكن يشوف ان خالد الصاوي معروف عنه ان هو بيعمل اعمال من بطولته، مسلسلات من بطولته، ان هو لما يبقى معاه بطل تاني وهو كمان عمل مسلسل من بطولته ان ده تراجع منه. هل بتشوف ده ازاي؟ لا انا بشوف ان التراجع، بص الابس اند داونز انك انت تطلع وتنزل دي ده امر وارد دايما في 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 العمل الدرامي والسينمائي. في اي نجم في اي بطل وارد جدا انك انت تطلع وتنزل، في حسابات ما بتبقاش بتاعتك، في حاجات بتبقى خارج ايدك، وفي حاجات بتبقى غلطات منك مش مقصوده، وفي غلطات منك كبيره ما بتعرفهاش غير بعدين. يعني انا دايما اقول ان هو مثلا ايه، انت ساعات تقع في افعال ما يسمى افعال شيطانيه، بس مش شيطانيه يعني مجرمه، بس قصدي ايه بتقع في الغرور احيانا، موقف يبقى فيه غرور، بتقع في المكابره، انا معاك احنا مش تعرفنا ازاي، مش ان انا دخلت فيك بطريقه كان فيها غبن ليك وكان فيها ظلم وبتاع وكان فيها
ما يمكن انك انت تراه ان هو غرور وتعنت ومش عارف ايه، وبعد كده انتبهت لده ورجعت صالحتك وبقينا اصحاب من ساعتها. فانا قصدي انه بتوع لان الشيطان مش بشوكه وقرنيه يعني، هو الافعال دي المكابره الغرور، فاحيانا بتقع في حاجات زي دي. ففي عنديش مانع ان انا اطلع وانزل، لان دي سنه الحياه، وما عنديش مانع دلوقتي ان انا اتعلم من اخطائي وان انا اعترف بيها، وما عنديش مانع ان انا اشارك في بطوله علشان ارجع اتدارك وارجع تاني ابني. مع ملاحظه حاجه مهمه، ان انا لو تلاحظ حتى في الفترات اللي انا كنت فيها في اعلى مرحله ليا، انا كنت بطالب بالعمل الجماعي. يعني فوبيا ده انا كان في، قلت انا ابقى راس حربه للمجموعه، لكن في مجموعه، لان العمل الجماعي مش ده مش علاقه بالجدعنه، ده مش عشان انت عايز يبقى معاك صحابك وتشتغل، لا، لانه كل ما بيتسع العمل في الجماعي في الدراما كل ما بتتسع العلاقات. لان انا كان عندي فرصه مثلا، كان كنت اتمنى ان انا وخالد الله يرحمه، خالد صالح اخويا يعني اخويا الروحي من سن 16 17، قعدنا استنى فرصه طويله جدا لغايه ما جات لنا ان احنا نشتغل مع بعض عمل واحد. طب ما في مين كان ساعتها البطل؟ كل واحد اتنين. الحاجات اللي انا نجحت فيها كان فيها برضه بطولات جماعيه، زي انا وغاده عبد الرازق في قانون المراغي، ومن بعدها هي نجحت وشقت طريقها وانا مشيت برضه وشقت طريق. ممكن وارد ان احنا بنتجمع كلنا لما يبقى مثلا تحت رايد مخرج مثلا بنحترمه كلنا، زي شريف عرفه، تلاقينا كلنا جينا، مروان حامد لانه اثبت نفسه، اثبت ان هو مش اسم مش صغير. انا غير ده ترامب بس، وانا مضطر جدا لاني كنت وقتها بعمل ثلاث حاجات. وبعد ما اتفقنا وعدت وقت، عدى وقت ما اشتغلناش، اشتغلت فيلم اطلعوا لي برا، وبعد كده فيلم سر للغايه، وجالي فيلم الضيف، ولا واحد فيهم كان يعني في الظروف ساعتها كان ينفع ان انا ارفضه، كل واحد بظروفه. في واحد كان ظروفه ان انا ما كنتش شغال خالص وكان لازم اشتغل، وكان اول حاجه تعرض عليا ساعتها وانا ما صدقت ان هي تعرض عليا حاجه. كل واحد له ظروفه، وفي فيلم تعتذر عنه مره واثنين وثلاثه، وبعدين تلاقي اقبال المخرج عليك وحبه ليك وتمسكه بيك وتمسكه بقى. والفيلم الثالث اللي هو الضيف ما كانش ينفع ان انا ما عملوش، لانه انا بطله احنا اربع ابطال، بس اربع ابطال فعلا. يعني هتشوف الفيلم وهتعرف ان انا اللي بتكلم فيه مش بطل يعني، مفيش نمره واحد واثنين واثنين، هو التركيبه هي اسره في، مش هحرقه بقى، بس هو المهم ان هو اربع ابطال، ابراهيم عيسى اللي كاتب، هادي بابور اللي بيخرج، وشركه انتاج محترمه اللي هي اي برودكشن، مع شيرين رضا، وبعد ما بدات في المؤخره بتتالق وبتعمل حاجات مفاجاه، احمد مالك، وده بص انا بحبه من اول ما شفته خالص وهو لسه يعني من اول دور لي، وجميل عوض واللي هي برضه مفاجاه كده ومتلقلقه يعني. لما جم يشتغلوا في طلب الماس كان عدى الوقت اللي هو ينفع، لان انا بالنسبه لي كنت خلاص اتعقدت على حاجات تانية، وكنت قلت لهم كل مره يا جماعه هنخش ولا اخش حاجه تانية، لا اخش لغايه ما نقول لك، وكان في محاكم وكان في بتاع لغايه ما استقروا على الشكل اللي قدروا يطلعوا بيه الفيلم، والحمد لله ربنا وفقهم وربنا وفق. هم ماجد الكدواني احنا اشتغلنا مع بعض بطوله، بس الاصليين ما تقدرش تعتبر ان هو يعني فاهم، احنا الاثنين ابطال الفيلم، وانا ومن ساعتها وانا سامع قلت له يوميها انت الجايزه عندك لان انت عامل شغل جامد جدا، ف يعني ما راحتش بيه. ما اتضايقوش منك لما انت جم اخر مره؟ لا بالعكس، احنا قعدنا قعده في منتهى الرقيه والتحضر، مروان حامد صديقي العزيز واخويا الصغير في الحياه، اخويا الكبير في اللوكيشن صراحه يعني، هو نفسه احنا عارفين، احمد مراد ده انا بعتبره هو ومروان من عبقرين وعصرهم يعني، جيلهم يعني، يعني شباب فعلا عندهم حاجه جامده وعندهم حاجه تنتظر منهم، ودايما تتوقع منهم ان هم يعملوا حاجه جامده يعني، ينتظر منهم الخير يعني فاهم، ينتظر منهم ابداع. والاستاذ احمد بدوي اللي هو اللي كان مسؤول عن الانتاج للشركه وقتها، عرضت طب تعبوا رجع الفلوس ولا خليها علشان عايز اشتغل مع الشركه دي تاني، عايز اشتغل مع بتاع يعني فاهم قصدي، مش حاجه خدت اشكال بايخه، وقالوا لي احنا متضايقين انك انت مش هتقدر تشتغل، وانا قلت لهم ارجوكم لانه يعني مش هتقدروا تستنوني، لانه انا هشتغل ثلاث حاجات مش هينفع اعمل الرابع معاهم.
ومش هينفع انك انت الفيلم ما دام استوت ظروفه يبقى يجب انك انت تنجزه. ممكن تشارك في اعمال من اجل احتياج مادي، ان انت بقى في احتياج مادي فتشارك. ما كانش ممكن افكر كده لولا اني وقعت في الحقيقه. يعني يمكن زمان لو انت سالتني السؤال ده من سنتين مثلا ثلاثه يمكن اقول لك ان انا لا، ما كانش في دماغي ان انا ممكن اتزنق للدرجه دي. لما اتزنقت للدرجه دي فالراجل عليه ان هو يتصرف، ما الراجل هيقعد يقول يعني هتصرف هتشتغل. واشتغلت قبل كده وانا في نفس الفتره اللي هي كانت الزنقه ربنا ما يرجعها يعني، واضطريت ان انا لو هضطر اسافر واعمل حاجه بره او يعني يجب انك انت تحاول تشتغل. ثم انا بشتغل الحمد لله ما فيش حاجه عملتها ممكن ما تنجحش وممكن ما تطلعش حلوه قوي، لكن مش معقول هتقدر تتفرج عليها وتقول لي ان انا ما بذلتش فيها جهد. ربنا بيوفقني ساعات، مخي بيضللني ساعات، انما هنعمل ايه؟ في الفتره دي حسيت ان الفن ملوش امان. لا 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 خلاص يا راجل، يعني تاخد دور برد في وسط ما انت عمال تلعب كل اللعبه ده، ايه دور برد ولا ايه دور زكام؟ دي حاجات بسيطه جدا الحمد لله، ما فيش حاجه في العظم يعني، يعني ما فيش حاجه اثرت تاثير تخليك تقول الفن ملوش امان. لا ليه الفن ملوش امان؟ لولا الفن انا كنت هبقى ايه؟ لا بتكلم من فكره ان في فنانين كبار وصلوا لمرحله معينه ومبقاش معاهم اي فلوس اي حاجه. والله بتحصل في حاجات في مجالات ثانيه يا خالد يعني، يعني بتحصل برضو في في في, في البيزنس، بتحصل بتحصل في تجار التحف والانتيكات واللي بيبقى عندهم حاجات فظيعه، بتحصل في الناس بتوع المطاعم. الفقر والغنى وبتاع مش عنصر واحد، ده 100 حاجه عشان تحكمه. انت اشتغلت ازاي؟ مقاديرك عملت ايه فيك؟ الاختبارات اللي فوق واللي تحت ومقاومتك، وفي الاخر ليس الانسان الا ما سعى. اللي خلتني اتزنق فتره الحمد لله يعني، الحمد لله يعني فتره وعدت، انه انا اشتغلت مسلسل اسمه الصعلوك مع منتج معروف ان هو او يعني سمعت عنه اقوال مش اللي هي. بس انا كان عندي دايما مبدا ما بحبش اسمع، طبعا هغير المبدا ده ويعني هرجع لمبدا تاني انه ما فيش دخان من غير نار، هرجع طبعا للمبدا ده. انما ساعتها اتعاملت على انه احنا اولاد بلد يعني، وان انا سمعت عنك وانت سمعت عني ان انا عصبي مثلا او مش عارف ايه، وان سمعت عنك ايه طبعا ولا ابن بلد ولا بتاع. اللي حصل في الاخر ان هو طلع فعلا حق عليه القول يعني، ان هو فالسنه الاولانيه هو ده نظامه، السنه الاولانيه بيطمعك وبيدي لك فلوس اللي انت عايزها، يجي تاني سنه ويبتدي ايه يستثمر فلوسك لصالحه هو ويأخر فلوسك على انت ما تعمل هالليله وبتاع، يدفع لك انت ويروح واخد فلوس الراجل ده وبعدين على كده يعني ايه بالطريقه دي. وفجاه اكتشفت ان انا ليا فلوس، وفاروق الفيشاوي له فنانين، فاروق الفيشاوي له فلوس، وعزة العلايلي وسهير رمزي، غير المخرجين مريم احمدي واحمد صقر وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فقررت ان انا افضحه واكشفه وان شاء الله هجيب حقي وحق الناس دي كلها بالقانون. هل تحب تقول قيمه المبلغ اللي ليك عنده كام ولا ما تحبش؟ والله انا ما حبيتش ساعتها، بس عشان كان الاستفزاز مش مطلوب، انه يعني ايه الناس تتخيل يعني انه 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 يعني يعني في حوار المليون واكتر في وقت الناس استعملنا فيه وبتاع، ممكن يهيئ لها انك انت عن واسع بتتكلم لدرجه يعني ان انتوا بتلعبوا بفلوس لعب. انما الوضع مش كده، الوضع انك انت بتقعد تتعب سنين حياتك كلها، لو انت وصلت انك انت تاخد 5 مليون فده معناه انك انت تعبت 30 سنه وتعاني 30 سنه علشان في يوم من الايام يبقى ليك الاجر ده. لما بتوصل للكلام ده بيبقى ده شاع عمرك كانه متحوش لك ورا، وانا ده اللي انا حسيته ان ربنا عامله معايا يعني، كانه بيحوش لي الحاجات الحلوه بعدين. اتجوزت متاخر بس الحمد لله اتجوزت الزوج الصالح اللي انا كنت اتمناه. بقى عندي فلوس متاخر بس الحمد لله بقى عندي نجاح وعندي شهره وعندي ناس بتحبني وناس بتدافع عني يعني برقبتها. الفكره في كده انك انت يعني ما يعني بتفضل انك انت ما تقولش، لكن انا بدفع ضرايبي وفلوسي معروفه قد ايه، فمن الجدعنه بقى ان انا مش معقوله يبقى انت جاي لك شيك كل شهر مثلا ب 750,000 وبقيت الناس ما بتاخدش اجورها، المكيير والكوافير وبتاع، وانا راجل عصامي انا تعبت كتير في حياتي فانا بحس بالناس دي، عشان كده اجلت شيك واثنين وثلاثه بس بعد كده تركت الفلوس وبقى معيش انا، لان انا راجل بقيت اعمل فلوس امتى؟ متاخر، واول ما بدات اعمل فلوس
اتجوزت وبقيت اتفسح واعيش حياتي اللي ما عشتهاش قبل كده. ثم حصلت مشاكل كتير ووالدي دخل مستشفى يعني عندي ظروف زي اي حد فاهم. اشتريت بيت بس بعد كده بقى عندي مشكله لما ما دفعش ده، فكان كنت اعول بقى على المسلسل التاني اللي داخل هو فوبيا فما دخلش، فبقت عندي مشكله من ناحيتين، ما خدتش فلوس اللي فاتت ومش جايه فلوس منتظره في اللي جاي. فهتبدا بقى ايه دي فلوس المسلسل هي اللي احنا بنعيش عليها بتاعت رمضان بالذات، تعمل الحاجات التانية بتبقى نسب أقل بكتير.